بدء المشروع، وفعلا احيا المصريين احيا الامل ان احنا بدانا على طريق التنميه، لان اهملنا التنميه كتير جدا، وكمان هو هيقف درع حامي، اسلوب التنميه ده هيقف درع حامي ضد اي مؤامرات خارجيه. ولذلك انا بقول للصحافه كلها، ارجو ان احنا نهتم ونفكر في التنميه. بطلوا بقى تكلموا على الاخوان وعلى الارهاب، كل ده كلام فارغ. انا ليا نداء لحضراتكم، ارجو في الكتابه او في المرئي، اعلام المرئي، ان احنا نفكر نطور المشروعات التنمويه دي ازاي، نحفز الاولاد ازاي، بنات وصبيان كبار وصغار، نوصل للكره ونفهمهم ازاي، يعني بحيث ان نعمل زي اجدادنا في العشرينات ما خلقوا بنك مصر بمشروع القرش، ما كانوش اغنى مننا. يعني الرئيس حط الفكره الكبيره، احنا بقى علينا في التنفيذ ازاي نضيف افكار جديده، ازاي نحفز الشباب، نخلي اللي قاعد في المدرسه يفكر في الكلام ده، مش يفكر في عذاب القبر والكلام الغريب ده، انما يفكر في التنميه، هنصلح بلدنا ازاي. فدي اول حاجه اتمنى ان حضراتكم تهتموا بيها. الحاجه الثانيه، زي ما انتوا هتركنوا كده الافكار عن الارهاب والاخوان والكلام ده، برضو ما تتجروش ورا التقارير الدوليه اللي دايما بتقلل من شان مصر وتلوي الحقائق، و الابيض تعمله اسود زي هيومن رايتس ووتش، كل المحطات قاعده تكتب عنه، ده كذب من اوله لاخره، وهي كاذبه، مؤسسه كاذبه منذ بدايتها. انا بستغرب هي دخلت مصر ازاي اساسا، لما كنا دبلوماسيين صغار كان ما قاطعين الحاجه دي، لان قد كده واضح تحيزها منذ انشائها، انه مش لازم لا تاخد اهتمام الباحثين ولا السياسيين ولا اي حاجه، وحال احسنها مصر انها منعت الناس دي من الدخول. فعاوز اقول لحضراتكم، ما تخليهمش هم يحطوا لنا الاجنده بتاعتنا، احنا باعلامنا المرئي والمكتوب نحط الاجنده بتاعتنا. هنتكلم في التنميه، اهلا وسهلا. تضيع لي وقتي بان احنا نتكلم في موضوعات انت عارفها من الاول انها كلها كذب، فالغي الاجنده دي. ده اللي الواجب اللي احنا بنعمله. عشان كده المجلس القومي للمرأة امبارح اجتمع واخذ عدة قرارات، لان احنا من يوم ما رحنا الإسماعيلية واحنا بنفكر نعمل ايه في اللحظة التاريخية الفارقة دي في مصر، حقيقي زرعت الامل فينا. ازاي المرأة المصرية بعد نجاحها سياسيا في الاستحقاق الاول للدستور، الاستحقاق الثاني رئيس الجمهورية، انتخاب رئيس الجمهورية، ازاي تنجح كذلك في اهم استحقاق، مش بس البرلمان لكن التنمية، تنمية مصر، لان هي دي النقطة الفارقة. احنا بنقول للمرأة المصرية في البيت وفي الغيط شايلة المسؤولية على التنمية، فاذا هي لقت قائد
ودينا الطريق نحو مستقبل افضل لاولادنا واحفادنا. ازاي نشارك فيه؟ ازاي المراه تشارك فيه؟ ازاي تقدر توفر عشان تساهم في اسهم شركه قناه السويس؟ زي ما قلت من شويه احنا ما احناش يعني افقر من اهلنا اللي كانوا في العشرينات، ولكن قدروا يبنوا بنك مصر و16 شركه تابعه لبنك مصر. احنا نقدر نعمل الكتير، والمراه المصريه عليها عبء كبير. انا بدعوها بفضل حديث من ورا من صدلك عشان